مش مطبق. نعم بحاجة هالمنظومة بعد ما اكتملت، بحاجة منظومة السلام المرورية هالدرع الواقع على الطريق غير موجود بعد، هلا لم يكتمل. نعم اكيد بده شغل. قلت انا بعد ما انتم كقوى امنيه بينقصكم عديد يعني كمان، يعني هي اكيد بين، ولكن اذا في تكنولوجيا على الطرقات، سياره الطرقات، حمايه الطريق، رادارات السرعه، خاصه على التقاطعات، اذا في وضع كاميرات لعدم تجاوز الاشاره الحمراء، العناصرنا موجوده على الطريق لانه بغياب تكنولوجيا معينه، لانه بغياب خطه للنقل العام، لانه في عندنا مليونين سياره صايره بلبنان، ما عم نقدر نحن حتى نطبق القانون، يعني نحن بدنا نطبق القانون، عم نشتغل على تطبيق القانون، ولكن ما عندنا قدره بالوقت، حسب الوقت على مدار 24 ساعه، ما عندنا القوه 100% زخم 100%. ليش؟ لانه عندنا هدفنا الاساسي بالنهار، وعصرنا على مدار الساعه، صرنا لانه صار في مليونين سياره من هذول المسجلين، عم هدفنا نحن نأمن السير للعالم تروح وتيجي على الطرقات. نعم يعني هيدي، ولكن اذا بوجود خطه للنقل العام، بس صار في خطه للنقل العام، نقل مشترك على كامل الاراضي اللبنانيه، سكه حديد مثلا عم بعطي شغلتين. نعم نحن بصير بينزل عدد السيارات من مليونين يمكن يوصل للمليون على فترات، على يعني 4 أو 5 سنوات، وبالتالي يعني هون بكون في مضبوط انكباب 100% على تطبيق القانون، وليس تسير رساله، لانه ما في بقى بالعالم، بكل دول العالم ما في عنصر كوالان بقى بسهل السير الا بحالات استثنائيه. نعم صرنا على مدار الساعه، وهذا الخطا الكبير، يعني بقولوا لنا مثلا شو عم تعملوا على الطاقات، وما يعني مثلا في مخالفه على الطاقات، قطعت مثلا دراجه، ما فيكم تعملوا شيء اساسا، مش لازم يكون على الطاقات، انا لازم يكون انا في محيط التقاطعات، بده يكون في على الطرقات، انا طب انا لانه واقف على الطاقات تامن سير الناس، لانه اذا ما بوقف على الطاقات بهالضغط الكبير والضغط نعم. الهائل للسيارات ما بتمشي السير بلبنان. نعم على كل حال نعم، يعني اليوم في عناصر مفقودة ولازم كلها تتصلح سواسية لحتى يطبق قانون. على كل حال أنا بدي أشكرك حضرة الرئيس، بدي أقول أنه في إيجابيات، نحن واضح جدا الأرقام أبلغ من كل الحكي اللي عم بحكيها، بس هون اليوم إذا ما عندنا داتا مثلا للأرقام كيف بدنا نعرف؟ يعني أنتوا النشرة الرسمية لإلكم بينما تطلع أرقام يعني متفرقة وبتحكي عن ارتفاع، خلينا نحكي المرصد الوطني هذا بيلحظ القانون لم ينشأ لهلا، هو اللي بنتكل عليه بالنسبة للأرقام. المرصد الوطني حتى لم ينشأ حتى الان، حتى المرصد الوطني بده ياخذ الاهم الاحصاءات اكيد من قوى الامن، من قوى الامن في غير اكيد، ولكن الاساس قوى الامن الداخلي، لانه نعمل احصاءات نشر رسميه، ولكن على الاقل عم نحكي هلا جروسو مودو بالاحصاء بشكل عام، نحن في تحسن نتيجه وعي المواطن اكثر، في شغل عم ينشغل على صعيد التوعيه، في شغل عم ينشغل على صعيد تطبيق القانون، والنتيجه واضحه رغم ازدياد على النازحين اللي عم نحكي 30%. شكرا. على صعيد النزوح السوري نحن نجحنا بهذه الفترة، نحن بعدنا برجع بقول أول الطريق بحاجة لاكتمال المنظومة، بحاجة لأكيد لخطة على كامل الأراضي اللبنانية، وإن شاء الله بالتعاون مع جميع المعنيين ننجح، ويكون في عندنا خطة مستمرة لننجح ونخفض أكثر وأكثر عدد الضحايا على طرقاتنا. شكرا لك رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم. بدي أنتقل لضيفي، رحب بمدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني اليوم نحن لما بنحكي عن أرقام وازدياد أرقام قتلى وجرحى نتيجة حوادث السير، عمي بدنا نتكل؟ يعني أرقام تطلع من قوى الأمن نشرة رسمية، في جمعيات بتطلع أرقام من هون، أنا كمواطن كيف بدي أعرف الرقم الصحيح؟ هلا ما في شك نحن عندنا مشكله ارقام بلبنان، الارقام منا دقيقه ومنا موثوقه، بس الارقام اللي بتصدر عن قوى الامن الداخلي اصلا كفيل انها تعبر عن واقع الحال. نعم الشباط لحاله كان عندنا ارتفاع مقارنه بشباط السنه الماضيه، وما في لزوم بس نقرا النشره اليوميه اللي هي بتصدر عن غرفه العمليات المشتركه بغرفه التحكم المروري، عدد الحوادث والقتلى والجرحى كفيله تعبر عن الواقع، يعني هذا واقع جدا مأساوي. يعني ما تراجعت الأرقام، ما تراجعت الأرقام بكام بالقتلى، في فترات تراجعت فترات الأرقام. لا بس لا، أنا مشكلة اليوم بالقانون وبالمقدمة اللي حضرتك حكيتي عنها، أنه هل واللي نذكر بالملف اللي نذكر بصحيفة الأخبار النهار الجمعة، أنه هل تطبيق القانون بحاجة لقانون؟ نحن هذا موضوع بعتقد مع حضرتك مدام نوال طالعين حكيين فيه عشرات المرات، وبنرجع بنعيد ذات النقطة، بدنا نحكي اليوم شيء جديد، ما نحكي شيء جديد، طبعا نحكي شيء جديد لانه عندنا حكومه جديده وعندنا كنا عم نحكي وزير... ما كان عندنا حكومه وغير هيك، بس كان عندنا حكومه قبل حكومه تصريف اعمال، وقبل حكومه تصريف الاعمال كمان ما كان في اهتمام، بس السنه غير، لقلك ليش الجديد هلا انه عندنا وزير الداخليه معالي الوزيره ريا الحسن
جاي بنهج جديد بهذا المجال خاصة بما يتعلق بالسلامة المرورية واهتمامها بهذا الموضوع. وبلش يسمر هذا الشيء عم بحكي على الصعيد المؤسساتي، هو أول اجتماع صار للجنة الوطنية للسلامة المرورية، وبعتقد بروفيسور سلامة بيحكي عنه، يكون ضيفنا اليوم بيقدر يحكي عن هذا الموضوع. بس أنا اللي عم بقوله إنه في نهج جديد صار ما كان موجود بآخر أربع سنين، وهذا النهج نحن مراهجين عليه. بتقدر لوحدة تدفش هالموضوع؟ لا في عندك اليوم عندك وزارة الأشغال، عندك معنيين كتير بيقوموا. مزبوط كل حدا ضمن نطاق. نحن اليوم وزارة الداخلية عندها جزء كتير كبير متعلق بقوى الأمن الداخلي وبهيئة دار سير وبالبلديات. هول ثلاث قطاعات اللي إذا بيصير فيهم تطوير بمفاهيم السلامة المرورية والعمل من خلال خطة، وبصفتها رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لوزارة الأشغال من خلال مدير العام الطرق والمباني وما صار فيها ومدير عام النقل البري وكل المعنيين بهذا القطاع اللي ذكروا القانون، قادرين نتفش لقدام بشكل كتير كبير. طبعا ما في شك، رح نتابع نحن وياك كامل إبراهيم مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية بعد موجز أخبار 9:15. خدمات كتيرة بتوفر مع جهد ووقت مع A to Z، إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. للتخلص من أوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبة، الورك، الأصابع أو الركبة، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70-444-444. اليوم من برايفت 100 عقد ذهب هدية، استفيدي من فرصة الربح. احتفظي بقسيمة برايفت اكسترا ثين وزوري صفحة العرض لتشاركي بالسحب وتربحي أحلى فراشة ذهبية. 50 رابحة فازوا بالسحب الأول من عرض برايفت، ترقبوا السحب الثاني ب 17 نيسان. صباح الخير، 9:15 في صوت لبنان، نقدم موجزا للأخبار. تم إقفال الطريق البحرية من الضبي باتجاه الدورة، وتسجل زحمة سير خانقة من الكازينو وصولا إلى قلب بيروت، حيث يشهد معظم مداخل العاصمة ضغط سير كثيفا جدا. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأزمة الأكبر اليوم في لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي، وقال من العراق علينا العمل بجد لتخفيض العجز، وإلا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية. رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن جميع الفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولية حل المشاكل، لافتا إلى أن هناك قرارات صعبة فيما يختص بالموازنة والإصلاحات، وعلى الجميع المشاركة في مسؤولية اتخاذها، لا أن ينشغلوا بالمهاترات وبتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى أي نتيجة. ورأى الحريري وجوب محاربة الفساد، مشددا على أن الاستمرار في الجدل البيزنطي يؤدي إلى حمايته. غرد النائب اليسحنكش عبر تويتر هذا الصباح كاتبا: بس يكون البلد على شفير الانهيار اقتصاديا ببلد طبيعي، الحكومة بتكون بحالة تأهب واجتماعات منتجة ومفتوحة لإدارة الأزمة وحماية ما تبقى من مصالح الناس. أما في لبنان، حكومة إلى العمل اجتمعت 5 مرات في 6 أسابيع، المكتوب بينقرى من عنوانه، ختم حنكش تغريدته. قال النائب بلال عبد الله عبر تويتر أيضا: ملفت ما يقدمه البنك الدولي من نصائح واستشارات بالإصلاح وضرورة ترشيد الإنفاق وشد الأحزمة، وفي الوقت عينه يعرض قروضه المغرية في قطاعات غير منتجة لتصحيح الاختلالات في عجز الموازنة ومعالجة الأزمة البنيوية لنظامنا الاقتصادي، وكأنه يعمل على خط غير متجانس مع مشاريع السدر.
قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون بجروح مساء أمس في حريق اندلع في حافلة بمحطة للحافلات في ليما في البيرو. من صوت لبنان قدمنا موجزا للأخبار. نقطة على السطر صوت لبنان. منتابع اليوم عن موضوع قانون السير، وبدنا نعلق كمان على زحمة السير اليوم غير طبيعية. هي كل يوم غير طبيعية، بس اليوم في اشتداد للغير طبيعية على كل طرقات لبنانية. وقت المواطن اللبناني بيوقع بقلب العجة ما بيعرف ليش، بيوصل مأخر وبيوصل على شغله مأخر ساعة ساعتين، بس ما بيعرف ليش. ليش علق هيدا سؤال عن جد مشروع مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم. بدي أذكر الأصدقاء المستمعين أنا وياك بأرقام تليفوني صوت لبنان 01-205-511-01-325-5555 خلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. سؤال يعني هيدا عن عجقة السير اليوم وزحمة السير، هذه بداية الأسبوع ما بنعرف ليش علقنا دايما في زحمة سير. هلا ليش اليوم بعد تشتد احيانا تشتد؟ حسب، ممكن في محل يكون حادث بسيط صاير، ممكن مرتبط لانه تسكر الطريق البحرية حسب ما سمعنا بالموجز لسبب معين ما بعرف، او ممكن من وراء هطول الامطار صاير شيء طبيعي تعودنا عليه بالبلد للاسف، والمواطنين عم بيدفعوا من لا ما تعودنا، لانه المواطن اللبناني كل يوم بيكفر. ايه بيكفر، تعودنا انه يكون في زحمه، بس انه المواطنين يعني هذا الزل اللي عم بيقطعوا فيه بشكل يومي وعم بيحطوا من وقتهم ومن اعصابهم على الطرقات لازم يتلاقي له حل، والحل ما لازم يكون بالشكل اللي كان عم يتعالج فيه باخر 20 سنة. خطة نقل مهم نخفف عدد الوزراء. حكى كمان اقتطعوا من الخطة بلدية بيروت وقالت بدها تنفذها. دائما في خطط، بس بدنا يعني الواقع على الارض بعد ما عم يدل انه في خطط جدية لمعالجة مشكلة زحمة السير بلبنان، والحل لازم يكون بالتخفيض عدد المركبات. منه مرتبط بس إذا منوسع طريق من هون ولا منبني جسر من هون، أو نكون عم نوضع خطة لنقل مشترك وبالآخر نجي نشوف أنه ما كانت كتير جدية، أو ما شفنا إذا هالشي عم بتنفذ بشكل صح. متستقبل أنا وياك اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور، صباح الخير. صباح النور. بليز في عندي كم سؤال بتمنى عليك خليني أحكيهم كلهم. السبب المشاكل أول شيء بالسير، بنتقل الواحد من طريق فرعية للأوتوستراد ما في إشارة على المفرق ستوب ساين، يعني على ستوب ساين بس ينتقل من الطريق الفرعي للرئيسية لازم وقف حتى بريمير ويقلع، مش ماشي دزيم تروازيم مدلف على الأوتوستراد. هاي أول نقطة بكل بلدان العالم بيطبقوها إلا بلبنان. تاني شغلة، دخول على الأبنية بتفوت أنت كنت من الأوتوستراد أو من طريق رئيسية لطريق فرعية على مدخل بنية بتفوتي بيربنديكولر، يعني دغري هيك بتقصي وتفوتي على البنية، مفروض يفوت في طريق فرعي برير للبنية تبعيته بعدين يفوت على البنية. ثالث شغلة، غرامة السير أهم شيء بهالقوانين. غرامة السير يعني إجا واحد معه سيارة حقها 100,000 دولار بتعملوا فيه زبط ب40,000 ليرة، واحد معه سيارة حقها 1,000 دولار و 1,500 دولار بتعملوا زبط فيه 40,000 ليرة، يعملوا الزبط على النمرة. بس يوصل الزبط على النمرة بتنعرف شو هي السيارة شو نوعيتها وقداش قيمتها وبينغرم عليها لحتى اللي معه مصاري خلي ينغرم خلي ينوجع، مش بس الفقير اللي بيخالف لازم ينوجع كان معه مصاري واللي ما معه مصاري. بس اللي معه مصاري كتير، معه سيارة ب 100,000 دولار عم بيلتقي الزبط ب 40,000 ليرة ما بتأثر معه، بيعمل عكس هيدا منطقي. نعم. ايه تالت شغلة، صرنا بالرابعة اوكي بالسرعة الفائقة، بس الواحد يكون ماشي بسرعة فائقة في سرعة بس ماشي 120 غير ماشي 140 وال 180 حسب السرعة كمان في الزبط، مش بس كل السرعات فوق السرعة المحددة نوع واحد مخالفة، كل سرعة إلى غرامة معينة. رابع شيء بهالمخالفات اللي بتصير فيها حوادث، إذا كان في بسوق السيارة شاب صغير وعم بسوق سيارة عم يعمل فيه غرامة، يفرضوا بس يجي يصير فيه هالغرامة هالشاب نعرف قديش عمره، يفرضوا وجوب أهله يجوا على المغفر أمه وبيه ليعرفوا أنه ابنه عمل مخالفة. تاني مرة بصير يجوا على المغفر بس يصير فيه مخالفة عليه وأهله بيجوا على المغفر، بصير الأم والبي ده اللي وجه ابنه يا ماما وعد بهدلنا. نعم شكرا على المغفر. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، رح نكتفي بهالقدر. تفضل. أوكي، ما في شك أنه اليوم اللي تفضل فيه بما يتعلق بالغرامات وحسب
الواحد شو معه سيارة. منطق المنطق المساواة هو موجود بنظام النقاط اللي هو حرمان الشخص من القيادة في حال كان كتير بيخالف وصاحب رخصة القيادة، وهذا من الإصلاحات الأساسية الموجودة بالقانون في حال طبقت بالشكل الصح. بما يتعلق بالسرعة طبعا موجود بالقانون هذا شيء، بس نحن نرجع لمحل للحديث اللي كان عم يصير بالأول اللي تفضل فيه العيد مسلم. ما في شك أنه أوكي في جهود اليوم عم تقوم فيها القوى الأمنية، وقوى الأمن دايما هي بالواجهة بهذا الموضوع، بس بذات الوقت مشكلة تطبيق قانون السير والغرامات هي أنه ما عم تكون رادعة. وليش ما عم تكون رادعة؟ لأنه ما عم بيصير تطبيق قانون فعال. صحيح في بعض المحلات عم بيصير تطبيق قانون على الكحول، صحيح في بعض المحلات في تطبيق قانون كل يوم منشوف من 10 سنين لهلا انه عنا 1000 محضر سرعة، بس بغياب المكنه هودي ما قالوا الفعالية اللي لازم تكون موجودة. ليش؟ ليه ما قالوا الفعالية؟ ما قالوا فعالية لانه لا يبلغ المواطن انه في نصهم بيطيروا في نص ما ادري قديش طيب ما هو كلهم بأثروا سلبا على القانون. اثنين، الغرامات الهدف منها تكون رادع مش عقاب. ما في شخص اليوم يكون بعد 7 سنين عم يصلوا ضبط اللي هو ما قدرنا نرضعه ونجي بس نكون عم ندفعه الغرامة بعد 7 سنين لأنه ما تبلغ، لأنه عناوينه مش موجودة صح بهيئة إدارة السير ما تسجلت صح، أو بمحل تاني لأنه ممكن مواطن يكون غير عنوانه وما بلغ، وبذات الوقت كمان أو لأنه في وساطات كتير وتدخلات لحتى نلغي محاضر ضبط. وبذات الوقت على حزام الأمان كم محضر عم ينعمل بالشهر؟ كم محضر عم ينعمل على موضوع له علاقة بالاستخدام الهاتف أو حمولة الشاحنات أو كل هاي المخالفات الخطرة أو حتى سلامة الأطفال بلبنان؟ كلمة هيك الموضوع نحن نتجه من خطة، والخطة هي بحاجة لأرقام موثوقة ودقيقة لنعرف ليش الناس عم تموت. خطة اليوم تطبيق القانون هيدا هو اللي عم نحكي عنه. صح، خطة تطبيق القانون. بس بعد في شغلة كمان مهمة، اليوم مثلا في طريق صار لفترة عم نشوف عليها نسبة حوادث كتير عالية، هي اللي بتربط الزهراني بالنبطية، عدد القتل عليها عم بيزيد، نسبة الحوادث عم بيزيد بالبقاع في وين ما كان، بس عم بحكي هلا بهيدي الفترة في نسبة كتير عالية بآخر 3-4 أشهر صارت على هيدي الطريق. اليوم لما نحكي عن أرقام مش الهدف إنه نحن عم نحكي عنا 50 قتيل ولا 70 قتيل إذا أنقذنا 10 أرواح ولا ما أنقذنا 10، الهدف نعرف هالناس ليش عم بتموت لنقدر نعالج المشكلة وما بقى يموتوا بهذا المحل. طيب هل عدد الحوادث هي المعيار العلمي الممكن نستند له للتأكد من عدم فعالية القانون؟ لا، هو منه أنا برأيي بس عدد الحوادث، هي في عدة عوامل مرتبطة ببعض. اليوم ما في شك إنه المعيار هو نحن ما يموت ناس على الطريق. هذا المعيار هو مرتبط بواقع طرقاتنا بلبنان، وبذات الوقت مرتبط بالثقافة ومرتبط بنظرية الردع وعملية ردع هالمخالفين. هذا الشيء كله ما صار ليقدر يصير بشكل علمي بده يكون عنا أرقام موثوقة، وهذا هون دور المرصد الوطني للسلامة المرورية. طيب إذا ما أنشأ ما هيدي بنرجع على القرار السياسي بهذا الموضوع واللي عم بيصير هلا. كمان هيك عم بقول لي بس بلاش حديثي بالاول انه نحن مراهنين على النهج الجديد اللي متبعته معالي وزير الداخليه لانه عاطي اولويه للملف عكس ما كان يصير قبل، وهذا الشيء ما ممكن ينجح اذا ما اتخذت خطوات جديه على مستوى انه اليوم كل هالخطوات تكون علميه، ما تكون مبنية بس انه هالإدارة عم تقول انه نحن عم نشغل غيرنا ما عم نشغل، او إدارة تانية تقول انه هلأ صار لانه في عنا وزيرة مهتمة وعطي أولوية لملف مبين انه نحن نشغل مثل كأن الظرف بيسمح لنا نشغل شوية. لا، نحن بدنا نبني خطط مستدامة، ومن هون لما نحكي عن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد هي شو الممكن يتعالج هلا بشكل سريع. طب هلا بشكل سريع هو التنسيق. طب ليش ما بينسقوا بين بعض؟ يعني كل اللي بيعطوا ارقام لازم يكون في تنسيق بين بعض حتى نطلع ارقام. انا برجع بقول يعني مش الهدف صحيحة. حتى الارقام ما بتطلع صحيحه لسبب، لانه بدك تبني منظومه. المشكله بالنظام، منا مشكله بالجهه اذا بتقول رقم هيك ولا ما بتقول رقم هيك. لا، ما هيدا بيجي كمان في عدم تنسيق بكل المعنيين باداره. لا، هي المشكله مربوطه اليوم مين بيقدر يعطي ارقام جديه؟ الارقام هي بتصدر اللي بيحقق قوى الأمن الداخلي، وعندك المستشفيات، وعندك طبعا شركات التأمين خاصة بالحوادث اللي بينتج عنا اللي فيها ضحايا أو ما فيها ضحايا. بس هذا الشيء بده محل مثل ما قلنا المرصد الوطني هو بيقدر يكون فعال بهذا المجال في حال الأنشئ، وأنشئه هو بحاجة مثل ما قلنا تفعيل عمل المجلس الوطني للسلامة المروري من سنتين لهلأ ما تفعل. عدم تفعيله وضم الاختصاصيين له ووضع الخطط والتنسيق بين هذه الإدارات ونشوف شو المشكلة لنعالج بنية نظام المعلومات أو قاعدة البيانات الموجودة من التحقيق لنوصل للتقرير السنوي للتحليل، هذا ما ممكن عالجنا مشكلة. نحن فينا نقول هلأ أنه خفت شوية طلعت شوية، هودي تفاصيل أنا برأيي بس كلهم مهمين. على بس بتطلع معك القوى الأمنية بتقول لا أنه ما في ارتفاع لعدد حوادث السير، وبتطلع مثلا ما
معنا حضرتك وعم بتقول انه في ارتفاع، هي كمان اتكال على داتا المعلومات انه كمان في مناطق ما بتسجل فيها الوفيات يعني الناتجه عن حوادث السير، المناطق يعني ما بتتسجل ولا بيعطوا حق، في نقص كبير صح. يعني كمان فينا نتكل على ارقام انه فعلا هالقانون وين الثغرات الموجوده فيه هي كثيره، لانه في عناوين ما عم تتطبق. كمان عنصر مفقود انه عدم تنسيق انطلاقه غرفه المرور، ما هي تشتتها بين هيئه اداره السير، القوى الامنيه، الغرف المستحدثه على المقاس ببلديه بيروت، شركه سوليدار، شرطه بيروت، كلهم مرقوا، بس القصه وما فيها ليش نحن ما منبلش بطالما القانون يعني هلأ لازم أنه تطبق العناوين فيه، ومثل ما قلت يعني وزيرة الداخلية اليوم عاطية اهتمام لهالموضوع، بس في إشياء هلأ بتنعمل هلأ التنسيق. طبعا في قصص التنسيق بلش كما هيك لما قلنا اول اشمعنى اللجنه الوطنيه اللي صار هو ليصير التنسيق بين هالكل، كل واحد يعطي رايه وكل واحد يشوف شو عنده ملاحظات وتنبنى خطه يكون الكل مشارك فيها، مش نضل نكب المسؤوليات من اداره على اداره، لا نوضع خطه هي كل حدا شو مسؤوليته شو اللي لازم يعمله، ما بقى نصير دائما ناطرين، لانه اليوم صار في شغله مش من هلا، القانون مش بلش تطبيقه من 4 سنين، بلش تطبيقه من 4 سنين بس هو أقر بال 2012، يعني احنا ب7 سنين ادارات ما جهزت حالها، ما جهزت حالها ما بعرف شو الاسباب. انا بدنا نعرف هلا شو انا بس انا برايي في جزء كتير كبير بنرجع لانه ما حدا كان اولويته هذا الملف، ما حدا بيعتبر انه هذا الملف بده يعالجه بالشكل اللي لازم يتعالج فيه، لانه لغايات ما بعرف شو هي، في محلات تكون ممكن تكون قلت معرفة، في محلات اهتمامات بمكان آخر، في محلات يمكن في تنفعات أو في ناس متضررين من أنه يتحسن الوضع، أو في ناس منتفعين من الواقع الحالي بفضلوا أنه يضل الواقع مثل هو بكتير من الإدارات، وهذا الشيء نحن منشوف أنه ما في يضل هيك. كيف عم تضغطوا انتو يعني طبعا كمعنيين بشؤون وشجون كيف عم تضغطوا؟ اول شيء اول شغله الاعلام هو اهم وسيله ضغط بهذا المجال، اثنين الاجتماعات مع السياسيين، ثلاثه اليوم شو عم ينقال يعني اليوم شو عم ينقال باني مقبول مثلا يجي يقول انه هلا انا كمواطني من 7 سنين لليوم ما في تطبيق لقانون السير، شو تطبق منه غير الغرامات والمخالفات؟ هو الاساس تطبق منه الغرامات، والغرامات طبقت بشكل غلط كمان حتى، وانا برايي اليوم لما نحكي نقول انه قانون السير الجديد هو بحاجه لقانون، هو بحاجه لتعديل بشكل كتير كبير خاصه على الغرامات، لانه الغرامات اليوم العاليه اللي اقرت بقانون السير خاصه عدد من خلافات انه ما قدرنا نطبقها، لازم اعاده نظر بهذه الغرامات بطريقه تكون عادله للناس خاصه من الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، وطريقه تكون عادله تقدر ترضع، يعني احنا اليوم مش مطلوب نعاقب الشخص اذا شوفير تاكسي اليوم مش حاطط حزام الامان بده يدفع 200,000 ضرب، ما منعاقب مثلا هون بيعطي لي صور على دار الصياد هلا 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 في سيارات عم تشتغل تاكسي وفيك تشوفهم، احنا عم نشوفهم هون انه عم تشتغل تاكسي وهي مش تاكسي، سياره خصوصيه في يكون هيك يعني بس مثلا عم بيقولوا على مرأة من لا لا انا مفرزة بعد سير بعبدة، يعني اليوم كمان هيدا اخبار بالنسبه لمفرزة سير بعبدة وهن موجودين على الصياد على مستوى اذا بيبعتوا الصور لكوا الامن الداخلي بتحرر في محضر ضبط، يعني هي تفاصيل عاده يوميه بتتعالج. اليوم لما نجي نقول انه بدنا نعالج مشكله ما لنا مرتبط، برجع بقول مثلا صعيدكوا الامن الداخلي طبعا في معوقات كتير لها علاقه بالتجهيزات وبالعديد وبكل هالامور، بنرجع هل نوضع خطه من 7 سنين لهلا لكيف نزيد هذا العديد او نخلي هذا العديد يكون يعني متخصص ليقدر يطبق حتى لو كان عدده قليل، قد ما زدنا بظل زحمه السير اليوم وهالاعداد الهائله على الطرقات يعني شو بدهم يعملوا؟ ما هو نحن اليوم حسب عم نحكي شو تطبيق قانون ولا عالج مشكله السير، المشكله انه كل القوى الامنيه اليوم الاولويه عند السياسيين وعند البلديات وعند كل التدخلات بتصير انه بدنا قوى الامنيه لتعالج مشكله السير، ومعالجه مشكله السير بمعنى بالازدحام المروري هو ما مرتبط بالقوى الامنيه، مرتبط بخطط تانية دور الحكومه اللبنانيه انها تقوم فيها واهم النقل العام المشترك، ويكون في تخصص بقوى الامن الداخلي بس لتطبيق القانون، يعني ما في شخص يكون بده ينظم سيره بده يطبق قانونه بده يقوم بكل هاي التفاصيل واخر شيء راح ببين بيطلع كانه مقصر بشغله لانه في كل الاهتمامات، وغير هيك بنشوف يعني باخر 3 اشهر شفنا كثير القوى الامنيه عم تقوم بامور صارت تفتح المجاري وتشوف كيف بتصرف المياه والمشاكل بتصير، لانه في كثير ادارات لبنان متقاعسه عن القيام بواجباتها، وهذا الشيء بيؤدي بمحل انه نشوف المشاكل عم نشوف على الطريق ان كان ازدحام مروري وان كان قتل حوادث سير. طب اليوم كامل ابراهيم المطلوب حصر عدد اللي ننهي النقاش بهالنقطه اللي تعرضوا ام تحديد نقاط السوداء اليوم؟ نحن خلينا نبلش من اليوم شو لازم ينعمل، مش لازم هالطرقات اللي عم يوقع عليها كثير من حوادث كثير هي نقاط سوداء ويعرف المواطن انه هنيك كيف بيعرف؟
هون بنرجع للمرصد الوطني، المرصد الوطني هو دوره يجمع كل هيدي الداتا، واذا مش موجود ويقدر ما هو انشاؤه اساس شغله كثير مهمه. ما في فينا اليوم نجي بتقرير رسمي بتصدر عن بما يتعلق بحوادث السير بلبنان نقول انه عدد القتلى نتيجه استعمال الهاتف هي حادث او اثنين او الكحول هن اربع او خمسه بالسنه من اصل 5000. ما في شيء مش منطق. المنطق انه لنعالج مشكله حوادث السير هي مثل اي مرض، يعني بده يتم تشخيص المشكله ونعالجها لنشوف اذا المشكله مرتبطه بالطريق لازم تتم معالجه الطريق، واذا المشكله مرتبطه بالمركبات لازم يتم معالجه المركبات، واذا المشكله مرتبطه بعدم تطبيق القانون وبالثقافه كيف نعالج هذه المشكله. وهون نيجي لاستراتيجيه وطنيه. اليوم في مواد كتير بقانون السير، في ماده 148 اللي بتحكي عن المركبات المستعمله اللي بتدخل على لبنان المستورده، هل عم يتم مراقبتها على المرافق؟ هل هي كلها بتملؤ المواصفات المطلوبه لتقدر الجمرك عليها؟ عظيم، كتير مهم يخفضوا الجمرك 25%. كتير منيح، يعني إذا قصة تخفيض الجمرك منيح، بس الأهم أنه يكون في تشدد ما يفوت مركبات غير صالحة للسير ويبيعوها للناس ونصير يكون عم نغش المستهلك. وما في معاينة ميكانيكية على وين؟ على البول، على المرافق؟ لا، مين قال انه هيدي المعاينه قادره تضبط اذا هيدي المركبه هي صالحه للسير؟ طب هي اذا جبناها على البور مش لازم كمان يعملوها معاينه ميكانيكيه لتمشي على طرقات لبنان؟ ما هو القانون بيقول على المرافق العامه لازم ينعمل معاينه لهيدي المركبات. تطبيق القانون ما عم بيصير، في كتير من الامور بالقانون ما عم تتطبق، خاصه بنرجع بنقول الغرامات اللي موجوده بهذا القانون اللي عاليه جدا بمحلات ما فيك تطبقي قانون بعكار وببعلبك وبالبع الغربي وبالجنوب على غرامات كتير عاليه. ما في شك أن المخالفات الكبيرة اللي لها علاقة بالكحول وبالسرعة العالية هو ما لازم يتغيروا الغرامات العالية، بس في مخالفات أخرى لأنه الغرامة العالية بتخلي يصير في عامل الشفقة لحتى واحد ما يطبق عليه القانون، وعامل الواسطة وعامل الرشوة. كل هاي المواضيع بآخر أربع سنين برهنت أنه القانون الحالي يجب إعادة النظر بكتير من النقاط فيه لمصلحة الناس، ويعرف المواطن أنه القانون ما نوضع لحتى نعبي صناديق أو نكون عم نجبي مصاري ما تكون لصالح الناس. الهدف المواطن يحس انه هذا القانون هو لصالحه. نعم، خلينا نسألك سؤال. تفضلي. اليوم العطب بالقانون ولا بتطبيق القانون؟ قبل ما نروح لضيفنا امين سر المجلس الوطني السلامي المروري رمز السلامه، العطب اليوم اول شيء بلشنا بتنفيذ القانون بالاول، وفي لازم يكون في تعديلات، بس هذه التعديلات كانت بتبين مع تنفيذ القانون. ما في شك انه في كتير من الامور لازم تتعدل، بس الاهم بالقانون اللي نوضع فيه هو اداره السلامه المروريه بالبلد المرتبطه بالمجلس وبالهيكليه باللجنه الوطنيه وامانه السر. هيدي لو تنفذت مثل ما لازم وصار في فريق العمل والموازنة والقرار السياسي لمعالجة هيدي المشكلة، بعتقد كان واجبات ساعتها المجلس الوطني واللجنة الوطنية قاموا بالتعديلات اللازمة على القانون بما يتناسب مع الواقع، وبالتالي يقدر يحمي الناس على الطريق وما بقى يموت ناس بالشكل اللي عم نشوفه بشكل يومي. بروفيسور رمزي سلامي، أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية، صباح الخير. صباح النور. اليوم شو قصة هالمجلس؟ ليش معطلينه؟ لا يعني ما بعرف اذا فينا نقول معطلين، يعني عم ياخذ وقت قبل ما يقلع مثل ما بيقولوا. ليش بده اربع سنين سبع سنين؟ بدكم وقت. يعني هي يعني القانون كان طموح انه جعل المجلس الوطني للسلامة المرورية برئاسه مجلس وزراء وعضويه الوزراء، وبتعرف خلال السنوات السابقه يعني ولحد يعني وقت قصير جدا مسألة يعني الأزمة الحكومية، يعني وجود حكومة. هلأ عنا حكومة؟ إيه هلأ نيه ماشي الحال. يعني أنا بعتقد أنه حاليا ما فيش يعني في عنا فينا نقول أنه متفائلين يعني بالأمور منذ إنشاء هالحكومة هذه، وإن شاء الله مثل عم بيقولوا إنه هاي الحكومة رح تكون مش لعدة أشهر إنما لأكثر من ذلك، فإذا بتقدر تشتغل. طب اللي عطوكم موازنة إذا يعني عطوكم رح يعطوكم موازنة رح يكملوا عديد المجلس الوطني للسلامة المرورية؟ أول شيء بدي أقول إنه نحن فعلا مشجعين جدا إنه دولة الرئيس داعم، وزيرة الأشغال وزيرة الداخلية والبلديات مهتمة جدا بهالموضوع، وصرنا عاملين معها يعني ثلاث اجتماعات بوقت قصير جدا، وملتزمة وقدمت تصور لكيف بدنا نطور ونعزز يعني السلامة المرورية. حاليا يعني متفائلين لأنه مبدئيا هالحكومة يعني في عندها استدامة مبدئيا،
وفي اهتمام من دولة الرئيس ومن وزيرة الداخلية والبلديات اللي هي رئيسة اللجنة الوطنية للسلام المرورية. وقدم التصور يعني بالفعل يعني طموح، ولكن نتأمل أنه ينعمل. هلأ بالنسبة للموازنة، مثلنا مثل غيرنا، موازنة 2019 بعد مثلنا بتعرفي أنه في تأخير برسالة لمجلس النواب، ونحن يعني مثلنا مثل غيرنا من الإدارات، يعني ما فينا نشتغل إلا ما يكون الموازنة تم الموافقة عليها. بس الحقيقة يعني الأزمة الحكومية كانت سبب رئيسي للتأخر يعني بالعمل على الأرض وبتطوير مثل ما لازم يعني القانون ينعمل ويتطبق. نعم، ضلينا 12 سنة أو 10 سنين تصار عنا قانون سير، ديش بدنا ننطر ليتطبق القانون؟ وإذا ما تطبق القانون كيف فينا نعرف إذا في إنا بالقانون ولازم يصير في تعديلات على القانون؟ لا، في أشياء أكيد عيدة نظر، يعني حتى اللي يشتغلوا بالقانون كل يوم، يعني واحد عم بيقول لي إنه أخذت 8 سنين يعني لحد سنة من 2004 لل 2012، وبعض الأمور بدت سنة 2004، يعني أكل الدهر عليها وشارب مثل ما بيقولوا. يعني في أشياء واضح أنه بدأ تعديل وبدأ تغيير وبدأ يعني هيك، لكن يعني بيقدر القانون أنه حاليا يعني أنا بقول لك يعني أني أنا متأمل خيرا. نحن من جهتنا من ناحية تقنية يعني حاضرين لعدة أمور تطويرية موجودة بالقانون. في أمور بدها تأخذ وقت أكثر من غيرها يعني، ومش بين ليلتين وضحاها، لكن عم برجع بردد بقول إنه الأزمة الحكومية اللي مرينا فيها خلال السنوات الماضية يعني ما خليت إنه نحط القطار على السكة مثل ما كان لازم وبالسرعة اللازمة. أنا كنت متأمل إنه اليوم نكون يعني في تطبيق القانون يعني شبه كلي من بعد 3 سنوات من دخوله حيز التنفيذ سنة 2015، لكن كل هالوقت اللي يعني كان في وقت ضايع. نعم، طيب هلأ وصلنا للوقت الضايع. حضرتك بتقول بيحتاج يعني بنود بهالقانون لحتى تتفعل، لازم يكون في عنا 120 قرار ومرسوم، شو يعني؟ نعم. يعني تفضل، بعد ناقصنا هلأ 120 قرار ومرسوم لحتى تتفعل بنود هالقانون؟ هي الحقيقة عم نقول نحن 120، بس انه في عندك 6 أو 7 قرارات هي بتخص تعليم السواقة، يعني تحويل مكاتب تعليم السواقة إلى مدارس حقيقية لتعليم قيادة المركبات الآلية. هيدي بدها يعني من داخل هالموضوع هيدا في على قليل 6 أو 7 قرارات بدها تاخد، ومبدئيا حاضرة حاليا وراح يعني نعطيها أولوية من شان الاستشارات مع المعنيين بالأمر حتى يتطور فعلا تعليم السواقة، وهذا ركيزة أساسية من شان الشباب المستقبلي، لأنه لحد هالحنية في تعليم السواقة كان بدائي، واللي بياخد رخصة القيادة يعني ما إنه أكيد إنه بيمتلك كل المعارف والمهارات والمواقف اللازمة لقيادة آمنة وصديقة للبيئة واقتصادية إلى آخره. لكن يعني هذه مسألة حاليا على نار حامية جدا، على هالأمل يعني على هالأمل هالنار الحامية تنتج شيء، لأنه في شيء بيطبق على السريع وشيء بده قرار ومرسوم. على الطريق يعني قوى الأمن يعني في يعني تمام بسلم الأولويات اللي وضعتها معالي الوزيرة هي تعزيز مفارز السير بالعديد الكفو والكافي من شان قمع المخالفات والحد من يعني إمكانية حصول الحوادث بسبب القيادة المتهورة. شكرا. والسرعة. نعم. والزجزاج وإلى آخره، هاي كمان من الأولويات المتقدمة، لكن بدها شغل مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنشوف كيف بدنا نعمل استراتيجية لتعزيز المفارز حتى يصير حضورها يعني أكثر فعالية على الأرض. هاي كمان يعني بجدول أعمالنا، وإن شاء الله من هلا إلى شهرين 3 يبين معنا شيء، بنكون يعني عملنا الاستشارات اللازمة مع قوى الأمن الداخلي ونشوف يعني قدرتها على تعزيز، لأنه حاليا أكيد مفارز السير ما
ما عنده لا العديد الكافي والكفو ولا العد اللازم مشان انه تقمع كل المخالفات الكحول والسرعة وإلى آخره. نعم، على كل حال نحن بدنا نشكرك أمير المجلس الوطني للسلامة المرورية الرمزي سلامي. نستقبل اتصال، مين معي؟ ألو بونجور، صباح الخير. يعني في ناس عم بيستعملوا نمر بتجي من الصين بلزقوها على النمرة، الرادار ما بيفهمها، هودي يعني بكترة عم ينتشروا. وفي ناس كمان نحن عم نطلب، عم طالب هون أنا بسؤالي أو باقتراحي بأنه يكون في معاينة نظرية كمان، كان عنا بجوني مثلا نقطتين بيوقفوا فيها قوى الأمن على أو الدرك على سياراتهم معهم عم بيراقبوا الطريق. هل عم نسمع كمان هيدا النوع من السيارات اللي بكتير صوته قوي؟ أكيد مش معملها معاينة كم ديسيبل بالطفل بتخته بينقذ الأشخاص بينقذوا، عم يفلتوا بين 12 و3 الصبح. يعني هيدي المعاينة النظرية كتير مهمة. وكمان عملية الغش اللي عم بتصير، نحن كتير زعلانين انه عم بغش قوى الامن الداخلي بالرادارات، بتلزي استيكرز على النمرة، وهيدا شيء موثق انه الناس عم يعملوه موجود. شو الحل الى هيدي؟ اذا حدا بده يعمل مخالفة ونمرته مخبيها، هيدا هي الى حل بنعرف بالقطع الرادار ما بيقى شو بيلقط الرادار. في كتير مخالفات عم القوى الامنية عم بتلقطها بهذا المجال، وهيدي مخالفتها من الفئة الخامسة بعتقد، لما يكون عم بيتهرب من موضوع الرادار او يستعمل امور على بس. ودائما في منشوف على تويتر قوى الأمنية بتطلع انه في ناس عم يجربوا يتهربوا من هذا الموضوع، ودائما الناس اللي عندها هيك بلاغات او هيك مخالفات بتشوفها تبلغ عن القوى الأمنية وبتنضبط. يعني اليوم كمان تأخير تبليغ حكينا عنه بس لازم نركز عليه، بتبليغ محاضر الضبط كمان بيزيد الطين بلي لما بيجي الضبط بعد ببطل رادع، ببطل رادع. وبعدين يعني عم تنعمل زبوطة كمان على سيارات بتكون هي مزرعة هالمنطقة وبيصير عليها فيه النمر. صح. عن نمر يعني. صح. بيتركب نمر مرادفة لها بالتزوير. اليوم التشدد بتغيير النمر السيارات للنمر الجديدة لحتى يبطل فيه نمر قديمة وواحد يقدر يغش بهذا الموضوع لحتى ما يكون في تزوير، لحتى مش واحد مواطن يكون ما بحياته. حتى ببعض المحلات في ناس بيوصل SMS بيكون لأنه حاطين رقم التليفون غلط. بنرجع النظام كله بده شغل، في عطب وبده شغل. مستقبل اتصال، مين معي؟ العافية مدام. أهلا وسهلا، تفضل مدام. لا يبطل كان قتلة ومجازر هنا، يعني هذا السنة بيحضر فوق 300 شخص يعني قتيل على الاستراداد وعلى الطرقات من وراء حوادث. يعني على وزارة الأشغال والوزارات الثانية مثل الطاقة والمياه، يعني لأنه بيجوا بيزفتوا وزارة الأشغال بيخلصوا بعد جمعة بيجوا بيبحشوا الطريق، نسوا يركبوا أسطى الماء، نسوا يركبوا يمدوا شريط لأجاره، تتبحش الطريق كلياتها، وما في تنسيق بين بعض بين الوزارات، الطرقات بتتحفر، نوعية الطرقات عندنا ونوعية الزفت كمان شيء زفت، يعني شيء تأثير، يعني بيبدع الزفت قال لي شتت، ما نحن بلد شتخي مش بالسعودية، نحن بيستغربوا كيف قال بتبدع الطريق، أبعت الطريق هذا المتعهد ومتعهد شركته فلس وفل ومدري شو، في نحن عندنا مهارات قيادية بلبنان ومهارات عالية، لأنه نحن بنسوق على هيك طرقات ما بتسوى، بنسوق منيح. ضبطولنا الطرقات اللي عم ندفع نحن حقها من وراء المعاينة الميكانيكية، عم ندفع نحن هاي الطرقات اللي عم نمشي عليها كل سنة ندفع عليها. نعم. يعني صيانتها وصيانة والإضاءة والتزييح برا مدام. في دول هلأ شالوا اللمبات بأوروبا، شالوا اللمبات العوامي، شالوها لأنه شكله خطر، صاروا عم بيحطوا بزيحوا الأرض بتضوي بطريقة أنه بتضوي، يعني عندنا ما بتقدر تستعدادات مزيحة مثل العالم، ما بتعرفي حالك وين بدك تروحي، بتصير تحتاري. نعم. بالليل وعتمه هلا كثير في حوادث يعني. نعم، على كل حال رح ينضم لنا بعد شوي مدير عام الطرق والمباني بوزاره الاشغال طانيوس بولوس. كمان في اتصال جورج، مين معنا؟ بونجور، صباح الخير. معك محمد المصري، انا الان بعجله السير بدبي وعم بسمعكم. بس انا اليوم بحمل مسؤوليه شوي للمواطنين، يعني اليوم كمان نحن ما منسوق مثل العالم والبشر، نطلع منسوق برا بلبنان ما عم نسوق مزبوط. أنا هلا بدبي الأوتوستراد مفروض يساع 3 خطوط في 5، طب ما هيدا مش منطق. الكاميونات ماشية على الشمال، يا بدها تعمل سبق يا الفانات كمان الكبيرة ماشيين على الشمال، ما بيصير. ما في بلد بالعالم الكاميون بيمشي على الشمال. يعني كمان هو دور القوى الأمنية اليوم مفرزة سير الجديدة بهالمنطقة هونيك، يعني بدنا نشدهم اليوم عبر صوت لبنان، تفضلوا راقبوا شو عم بيصير على الطرقات. نعم 100%، بس احنا لازم كمان نحترم الخطوط تبع السير، يعني كمان المواطن عنده مسؤوليه كبيره، وهيدا بدنا نحكيها هلا 100%، انه بيزورب ليوصل
100% لو العالم تحترم بعتقد ما بيصير عجقة، يعني ما بيقعد حدا ينط من اليمين على الشمال ومن الشمال على اليمين، هيدي ما بحيطها بتصير ولا بلد بالعالم الا عنا بلبنان، يعني العصفورية وفيلتي على الطريق، هيدا غلط. نعم مفروض هيدول ياخذوا اجراءات بهالموضوع هيدا لحتى يمنعوا هالامور هيدي. نعم كمان في زميلنا سعد الياس بيقول مرحبا غرفة التحكم المروري كيف بتساعد الناس على سلوك الطرقات يلي ما عليها عجقة، وقديه جسر جل الديب أدى إلى تفاقم أزمة السير ومين المسؤول؟ يعني اليوم عملوا جسر جل الديب كانوا كل الناس يعني هيك تنفسوا الصعداء إنه رح تنحل، كانت العجقة بدبي صارت بنهر الكلب من وراء الجسر، شو عم بيصير؟ مين قال إنه الجسر بده يحل مشكلة أزمة السير؟ هيك الناس يعني لا هيك الناس بسهول المبدأ الناس. مش هيك المبدأ، جسر جل الديب هو توزعت العجقة بين أنطلياس ونهر الموت وصار في جل الديب مدخل على جل الديب، بس مش إنه يحل مشكلة العجقة. واثنين بعد ما خلصت الأعمال على الطريق، يعني هي رح ترجع العجقة مثل ما كانت قبل ما يبلشوا بإنشاء الجسر. نعم. فهيدي هي ما بس ما أنا مرتبطة أبدا إنه حل مشكلة السير بالعجقة السير بلبنان أو على الخط الساحلي، مرتبطة بإنشاء جسر جل الديب. هذا مسؤولية الكلام المواطن بدنا نركز نحن وياك، المواطن عليه مسؤولية سريعة وأجوبة سريعة، مسؤولية المواطن كمان، دائما بنقول الدولة 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 مسؤولية المواطن والقانون وكذا، مسؤولية المواطن مسؤولية المواطن أساسية، كل مواطن بس يصير يحترم القوانين وما يخالف ما بيعمل حادث، وبذات الوقت لما ما يصف بمكان خاطئ بيكون عم يسهل عمل القوى الأمنية، وبالتالي بيكون عم بيقدر يساهم إنه ما تزيد المشكلة. المشكلة الأساسية اليوم هي بالمخالفات اللي بيرتكبها المواطن بشكل كتير كبير، بس كمان المواطن من حقه اليوم يكون عنده طرقات آمنة، ومن حقه إنه تكون الطرقات محددة بالليل والإنارة تكون واضحة، لأنه ما في هذا المواطن اليوم يكون عم نعمل عليه هالغرامات العالية، وبذات الوقت وزارة الأشغال ما عم تقوم واجباتها بتأمين الصيانة اللازمة وبدور تأمين الاعتمادات لحتى ما يعيش هيدي المشاكل عم نشوفك اليوم على الطرقات. ومن ضمنها انه يصير عنا طرقات متسامحة، يعني اذا صار حادث ما لازم الناس تموت على الطريق، وهيدي مشكلتنا بلبنان. كان هيك بنرجع للخطة اللي لازم تكون موجودة، اذا ما كانت موجودة خطة بوزارة الاشغال ودراسات جدية لحتى نعزز السلامة المرورية على الطرقات رح يضل في مشكلة، وزيت شي دور البلديات بهذا المجال. طب هيدي كل ليش البلديات كأنها شايلة حالة من هالموضوع؟ هيدا موضوع كتير مهم. البلديات ما عم تتعاطى بهالموضوع، يعني شو بتتصير بس بتنظم هيك. ايه بس في البلديات عندها دور خاصة بالمناطق الجبلية وخاصة البلديات الكبرى انها تساهم مع القوى الامنية من ضمن نطاق البلدي انها تحدي من الازدحام المروري، تنظم ضمن القطاع البلدي، بان هي هالمصاري اللي عم تشبيها هي لتحسن. لما بنحكي عن بلديات ما بدنا نشمل الكل احسن، لا انا ما عم بشمل دايما، حتى بالقوى الامن لما نحكي ما بنشمل الكل ما بنشمل، بس في محلات عم نقول عن دور البلديات، لانه اليوم كمان البلديات بتنطر وزارة الاشغال لشوف شو بدها تقدر تساعدها بالزفت وببعض المحلات. المطلوب هالمصاري اللي عم تنصرف او الزفت اللي عم بينحط تروح بمكان صح، بمكان تكون عم نعزز مش بس نزف الطرقات واسع على الناس تسرع عليها من دون ما نأمن تهدئة مرور، من دون ما نحط لافتات مرورية، من دون ما نحدد هيدي الطرقات لتصير واضحة بالليل للعابرين. خلينا نستقبل تانيوس بولوس مدير عام الطرق والمباني بوزارة الاشغال العامة والنقل. صباح الخير. اهلا بونجور. يعني اليوم نحن الزبوطة هي عم تكون مرتفعة، الغرامات عم تكون عالية، بوقت الطرقات ما عم بتكون مجهزة مثل ما لازم على يعني الطرقات طبعا الداخلية وعلى الطرقات الجبلية. شو تعليقك على هالموضوع؟ استقبلنا العديد من الاتصالات بيقولوا الزفت شي زفت، ما في تحديد للطرقات مثل ما لازم ببعض المناطق مش كلها، وأيضا ما في إشارات بتسهل المرور او انه نسلك يعني المسالك الجانبيه. شو تعليقك على كل اللي نقاله؟ طبعا كنت حضرتك موجود معنا بسي الحلقه يمكن عم تسمعنا. يعني ما كنت موجود، هلا اتصلوا فينا، ما كنت عم بعرف شو محور الحديث، بس انا بدي اقول بمجمل صلاحيه وزاره الاشغال انه هي مسؤوله عن طرقات المصنفه وبشكل خاص عن طرقات الدوليه. ووزارة الأشغال عم بتقوم يعني بالحد الأدنى. عم نحكي نحن ليه حد الأدنى؟ مثلا ما في صيانة استباقية على هالنقطة بالذات، ما عم عمل صيانة استباقية بموجب الاعتمادات يلي هي مقررة لهالشيء. يعني فينا أنا عندنا مشكلة تعديات من كل الجهات عم بتقوم على الطرقات العامة، من كل الإدارات، من كل البلديات، من الأشخاص، من اللي بينزعوا على الإشارات المرورية عن الطرقات، من اللي بيلزقوا الإعلانات على الإشارات المرورية، من اللي بيحفروا الطرقات وبيمرقوا بنا تحتية وما بيعيدوا مسطح الطريق إلى سابق عهده. كل هذه مخالفات عم بتصير تعديات على الطرقات العامة،
وعلى الأملاك. مين بيحسبهم اللي عم بيتعدوا؟ يعني مين لازم يحسبهم؟ حسبوا من كل الجهات. نحن عم نبعث للجهات المعنية للجهات المختصة بهالموضوع هيدا لإزالة التعديات عن الأملاك العامة يلي هي من ضمنها أعمدة الكهرباء، تلزيق التعليق اليافطات على أعمدة الكهرباء. مش مسؤولية البلديات بهالنقطة بالذات؟ يعني مسؤولية كل الناس، يعني انه الانسان، لا مش كل الناس، البلدية تحديدا مسؤولية المعتدي، مسؤولية المعتدي والبلدية كونه. طب انا بعتدي وما حدا بيردعني، بعتدي كونه موجودة ضمن النطاق البلدي، مفروض البلدية تتحرك بصورة اولى، والاجهزة الامنية والامن الداخلي كمان. طب ما عم زد مسؤولية على حدا انا، بس وقت الشخص بيجوا بيعلقوا كادرات حديد على اعمدة انارة بكل المناطق وبحطوا عليها صور وبحطوا عليها اعلانات، هي عاملها واضرار بعمله الاناره، وثلاث ارباع شبكه الاناره يعني صراحه بسبب التعديات تعطلت. اذا بنرجع من سنتين او ثلاث سنين لورا كانت شبكه الاناره شغاله كلها. ايه بس لازم يتحاسبوا، يعني اليوم يعني لازم يتحاسبوا. نحن بعثنا كتب للمحافظين وللجهات المختصه ولوزاره، وين عم بتصير لحتى نتابع الموضوع نحن وياك حضره المدير العام تحديدا باي مناطق لحتى نتواكب مع المحافظين بهالمناطق؟ يعني مع القوى الامنيه كل بكفي شوفوا الاعلان المحطوط يلاحوا صاحب الاعلان. طيب قصه تزييح الطرق يعني صاحب الاعلان بحط اعلانه على عمود الكهرباء، هيدا صاحب الاعلان لازم يتلاحى انه عم بحط اعلانه بصوره غير قانونيه. طيب على منشآت عامه وعم بيعرضها للتلف وعم بيعرضها للاضرار. رح نتابع هالموضوع. تزييح الطرق وضع المونسات والحمايات على جوانبها مفقود وهي عم تزداد سوء لغياب الصيانه، شو القصه؟ تفضل. نحن عم نحط مونسات بالمناطق الخطره وعم نحط يعني علامات بتظهر حدود الطريق بالمحلات اللي لازم نحط فيها. نحن عملنا ملف تلزيم لكل الطرقات الدوليه وقريبا بيسلك اتجاهه الطرقات الدوليه، عم بحكي انا. نعم. يعني طريق الاوتوستراد الساحلي يلي بيربط الحدود بالحدود بيروت بالحدود السوريه كمان، لنعمل له صيانه وتاهيل بالكامل مع كافه اللوازم من شرط السير من التزييح من الكات ايس من الريفلكترات بتضوي بالليل، كل الاشياء هيدي اللي لها علاقه بالسلامه المروريه كلها لاحظينها ضمن الملفات اللي هيدي يعني تم اعدادها حاليا وبدها تاخذ مجراها بالتلزيم عبر اداره. انه ليه ما صارت قبل؟ انه ليه لا عم تنعمل بصوره دائمه، نحن سنويا هي بنعملها. طيب ليش هالشكوى اليوم على وزاره الاشغال بس؟ نحن كل سنه يعني هيدي شغلات دوريه وهيدي شغلات ما بتنعمل مره واحده وبس. كنا تنعمل دائما هيدي دوريه وهيدي صيانه روتينيه بتنعمل للطرقات العامه كلها، ما بينعمل شغل اليوم وخلصنا، لا بتتابع بشكل سنوي. يعني اليوم بيجي موسم الشتاء بيروح بتعرض كثير اعطال بسبب الامطار، بسبب موسم الشتاء لاعطال لحفر لصيانه بدها سنويا، مش بلبنان بالعالم كله بكل دول برضه وقت اللي بيصير بعد موسم شتاء كل الطرقات بتعطل لاعطال بنعمل صيانه روتينيه وصيانه عاديه. بس نحن للاسف صرنا فتره هلا بسبب تعطل الموارد وبسبب يعني صرنا سنه نحن ما عاملين اعتمادات من خلال الصيف حديت اليوم ما صارفين اعتمادات لصيانه. مشان هيك طريق رياق بعلبك الدولي معتم. يعني كلها نحن هلا بدنا نحضرهم كلهم محضرينهم، بس نحن هلا مرتبطين نحن بالسلطه السياسيه وبالسلطه اللي هي بتخصص لنا اعتمادات لهالشيء هيدا وبالموازنه. نحن كلنا شغلنا بيتعلق بهالشيء، ما عندنا نحن بدجاج جاهزه وفينا نتصرف فيها وفينا نصرف ساعه اللي هو بحاجه لها. في عنا متأيد بموازنة، متأيد بقاعدة إثنى عشرية، في عنا شروط إدارية، في عنا قوانين وأنظمة، إحنا ما فينا إلا بدنا نشتغل بمضمونة. شكرا. إحنا عم نعمل كل شيء مطلوب صراحة، ما عم نعمل الماكسيموم، بس الحد الأدنى عم نأمن السلامة المرورية بالحد الأدنى لحتى ما يصير فيه أعطال، لحتى ما يصير فيه مش أعطال، يصير فيه حوادث لا سمح الله بسبب هالشيء هيدا. شكرا. شكرا لك مدير عام الطرق والمباني بوزارة الأشغال العامة والنقل تانيوس بولوس. اليوم يعني كمان قصة الموازنات وقصة العديد وقصة يعني في مشكلة. صح في مشكلة، بس في مشكلة على حال. بس لقلك يعني اليوم بوزارة الأشغال بس ما نظفت طرقات وقبل الانتخابات ولقصص للبلديات وبمحلات مرتبطة بأمور مرنا مرتبطة بالصيانة بشكل جدي، منلاقي في أموال انوجدت ومنلاقي إنه هالقصص انعملت. نص طرقات لبنان المصنفة حسب آخر ما قال قريناه هو مضروب مثل ما بيقول المهندس إلي حلو نتيجة دراسة انعملت. طيب هذا الشيء المضروب هو بينضرب لأنه ما بيكون في صيانة دائمة،
ولانه بس عم يتحاجى بيقول عرفنا انه ما في صيانه دائمه لانه ما في اموال دائمه. لا في ما في اموال للصيانه, مش ما في اموال, ما في اموال لنزافه طرقات, بس في اموال بغير محلات بتروح بالمكان بمكان اخر. بنرجع لمحل, بنرجع للتوك الاساسي اللي عم بدنا نختم الحلقه اليوم. التوك الاساسي كمان 38 مليار و800 مليون ليره حصيله غرامات السير, وين بتروح؟ مش هيدي هالغرامات لازم تروح لحتى نصلح فيها الطرقات؟ عظيم, ما هي كمان. طيب ما هيدا هي لازم تروح لتحسين السلامه المروريه, لازم تروح لحتى القوى الامنيه تعزز المعدات اللي عندها لحتى يصير عندها هيدي المعدات المرتبطه بتطبيق القانون وبالتكنولوجيا وبكل هيدي التفاصيل. في شيء بعد كثير مهم لتتعالج هيدي المشكله, بنرجع لمحل تفعيل عمل المجلس الوطني. عندنا دوله الرئيس الحريري مهتم جدا بملف السلامه المروريه, والحمد لله اجانا وزير الداخليه هذا الاهتمام. ما حدا مهتم, لا ما كانوا مهتمين. انا متابع هذا الملف بشكل كتير كبير من 15 سنه لهلا. الفتره الوحيده اللي كان فيها اهتمام بهذا الملف هو بعهد الوزير زياد بارود, بس كانت الظروف مخالفه عن هلا. ما كان في قانون سير جديد, ما كان في اداره سلامه مروريه. اليوم عندنا ظرف مختلف, عندنا مثل ما قلنا في نهج جديد. تنعمل شو اذا احنا ما نرجع نكرر اللي ذكرناه؟ اليوم ظرف مختلف لشو؟ ظرف مختلف انا بدي كمواطن اي متى بده يصير في واقع على الارض مغير. انه اول شيء بهيئه اداره السير يتغير كيفية اعطاء رخص القيادة. الظرف مغير لحتى نقدر نطبق كل الاصلاحات الموجودة بهذا القانون, واللي هي بتحكي عن كل شيء له علاقة بتطوير رخص القيادة, بتطبيق القانون بشكل مناسب وفعال, بتعزيز السلامة المرورية ضمن نطاق البلدي والبلديات تقوم بواجباتها, بوزارة الاشغال تعطي اولوية لملف السلامة المرورية وتحسن الطرقات وتقوم بالصيانة الاستباقية, وينعمل توعية مختلفة كله بيكون من ضمن استراتيجية وطنية. اذا هالشيء مش موجود للأسف رح نرجع نكون عم نضيع فرصة عنا إياها هلأ. كما هيك عم أقول هذا النهج الجديد, أنه ما في بلد عالم عالج مشكلة حوادث السير من دون قرار سياسي. نعم. طيب اليوم إذا على المستوى وزارة الداخلية رئاسة الحكومة ووزير الأشغال كان بيقول مهتم بهذا الموضوع, فشو بعد بدنا أكتر من هيك على المستوى الوزاري؟ إذا كان في اهتمام وما قدرنا نستفيد من هذا الاهتمام لنعالج مشكلة حوادث السير بلبنان, بعتقد ما رح تتعالج المشكلة. فهيدا عم بقول نقطة التحول اليوم ممكن تكون موجودة, بشرط انه يكون جديين من خطط علميه مستدامه, ما نكون عم نعمل شيء عشوائي مثل ما صار باخر 20 سنه بالبلد ونقول انه نحن عم نخفض عدد الضحايا. هو فعليا نحن ما عم ناسس لهذا الشيء. الارقام باخر شهرين ارتفعت, وهذا الشيء بحسب قوى الامن. طيب عندنا معاينه ميكانيكيه ومشوف كل على الطرقات سيارات, وهون في مواطن عم بيقول لي بس بطرابلس يعني في سيارات ما لازم تمشي على الطرقات وبتدخن وماشي. طيب كل السيارات غير القانونية كمان على الطرقات لازم يتم تطبيق القانون عليها, ما هي كلها بحاجة للهيبة على الطريق. غياب الهيبة بخلي الأمور تكون فالتة وبخلي يصير عنا فوضى. نرجع مطلوب أنه يكون في هيبة بتطبيق القانون, وبذات الوقت نقدر نعود الناس أنه في نظام لازم يتطبق والقوانين لازم تتطبق. وبذات الوقت إذا في خلل بهذا القانون أو في معوقات ما عم تخلي هذا القانون يتطبق بالشكل المناسب بالقصص اللي حكينا عنها بالحلقة, يجب تعديل القانون بما يتناسب مع الواقع اللبناني ويتناسب ليقدر يتنفذ ليكون رادع للناس, ما يكون عقاب للناس, والناس تصير تعتبر انه مثل ما قلنا هذا القانون هو مش لمصلحة الشعب, هو عقاب على الشعب لانه ليستفيدوا منه بعد الصناديق الخاصة. شكرا لك مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم. بدي أقول لكل المستمعين اللي بعتونا واتسابات وفويس مسج رح ناخدهم ونطرحهم بحلقة أخرى, أي سؤال رح نرد عليه عن جد. بختام هالحلقة أطيب الأمنيات مني نوالي شعبو دليدة غانم والمخرج جورج العلية. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة, بكرة حلقتنا عن السجون.